مرحبا بكم في لاشين ديال تريدي ناتشوغيل. قبل ما نبدا هاد الفيديو بغيت نشكركم بزاف 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 على 1000 ابوني، شي حاجه اللي عمرني ما كنت كنتخيل راسي غادي نوصل ليها. وفريمون كاين اللي كتبان لي شي حاجه قليله بالنسبه ليا، شي حاجه كبيره بزاف. ثاني حاجه بغيت نقول لكم سمحوا لي الا كنت موفيز مين وكان صوتي بشي شكل حيت ضربني البرد، داكشي كنتنفس بصعوبه. وعاوتاني حاجه اخرى بغيت نشكر كاع البنات اللي في لاباج لانهم فريمون وقفوا معايا فاش جافي ان كود كور، صيفطوا لي دي ميساج دي كومونتير زوينين، وتعلمت معاهم ان حتى شي واحد من غيرك انت ما كيعرف قيمتك وكيعرف الحقيقه ديالك. دونك عمرك ما تخلي شي واحد يزعزع عليك الثقه ديالك. دونك نبداو هذا الفيديو على بركه الله. هذا الفيديو كما شفتوا غتكون توب 5 ديال الجلدوش ديالي. هاد لي جلدوش كلهم سي دي توب، يعني كلهم زوينين، كلهم تعجبوني، كلهم تنبغيهم. ولكن بختي زعما عندي لكم من الخامس حتى الاول باش تخليو الاخر مدخر. وهاد لي جلدوش كلهم في متناول الجميع، يعني ماشي دي جلدوش لي بخي ديالهم غالي بزاف ولا شي حاجه، واي واحد يقدر يشريهم. غنبداو بالخامس وهذا هذا فانسي بابل لاين ديال فارماسي. كلشي دابا تاع الفارماسي، فارماسي بحال الشكل ديال افون اوريفلام، تيبيعو لي برودوي بال دي ريبريزونطون تاني بالكاتالوج. سوا كاين دي في سور فيسبوك، كاين دي باج دي جروب سور فيسبوك، وكاين حتى دي عائلات اللي كيبيعوهم زعما جارتك ولا صاحبتك ولا كتقرا معاك. هذا فيه اترو ان ليتر ديال جلدوش بالحليب والعسل. ما عرفتش صافي بان لكم كيفاش كيبان من الداخل، مي راه التكستور ديالتو اورانج، جو بونس با يبان لكم حيت مبقاش فيه بزاف. المهم هذا فيه ريحته عطات ديجا فيه ريحه العسل، العسل اللي كناكلو في الدار وداكشي هو هذا زعما بيغ ريحه العسل. علاش درتو هو الاخر؟ بوغ دو ريزون. الريزون الاولى هو الباكاجين ديالو ماشي براتيك، فارماسي ديما هادوما هادو مشكل الباكاجين، باقي حتى الان ما شفتش عندهم دي باكاجين بروفيسيونيل ولا شي حاجه. هذا عنده باكاجين عريض، يعني سكيفي الا بغيتي دي معاك الحمام بغيتي تحطيه في شي تحطيه في شبكه ولا في لاطروس اللي كتبدل لاطروس ما تدخل فيها، بس تحطيه في شبكه ولا شي حاجه تاخذ بلاصه بزاف، وكيضطري كل مره تخويه في شي ريسيبيون صغر منه. ثاني حاجه الريحه ديالتو مجهده فريمون فريمون، ريحه العسل بمعنى هذه الكلمه من معنى. دونك يعني بحاله تاكلي بحاله تشدي العسل وتطلبي راسك كامله، يعني في الاول تعجبك. انا في الاول فاش استعملته بس كان ملي شريته داك الشيء فاش جيت ولقيته في الدار درتو عجبني بزاف، كنقول واو سي راسك شي حاجه ناتوريل كدوشي بها وداك الشيء. مي من بعد 2-3 فوا ديال التويليزاسيون طلع ليا في الراس لان ريحته قاصحه. زعما الا كنتو كتعجبكم ريحه العسل كتصبروا على روايح مجهدين، انا ما تنقدرش نصبر عليهم بزاف. ما كتملوش من ان سول برودوي. وعاوتاني حاجه اخرى ما تكونوش شد في حالي، كتحلو بزاف ديال الجلدوش في دقه. علاش؟ لانه هو غادي يسالي شريناه زعما في ان نو ما كاملاش ديال الصلاحيه، لانه هو غادي يسالي في لو 12 2015. وما كنتي ساكنه بوحدك يعني ما تستعمليش اون فامي، غادي غير غادي يخسر. ما غادي تصلح واحد القيطه صافي غيطلع لك في راسك، غتحلي ان اوتر جلدوش غتبقى تحلي واحد اخر وهو غادي يبقى. يعني هذا سي با بوغ سي با في باش تستوكي. دونك هذا سي با دو تو زعما لو جونغ ديال البنات اللي غادي يبغيو يستوكي، ولا جونغ ديال البنات اللي كيحلو بزاف لي برودوي في دقه. هذا سي في بوغ البنات اللي غتخلحل جلدوش واحد اللي ساكنه اون فامي واللي كتموت على ريحه ديال العسل. هذا سي ان توب بالنسبه ليها. دونك في الرابع هو هذوك الافونسانس، ما بقاش عندنا في الدار، سي اون بروميير هذاك ما كيخرجش من عندنا من الدار. ما عرفتش كيفاش مشيت قبيله نقلب عليه فاش بغيت نفيلمي لا فيديو وما لقيتوش. المهم انا غنخلي لكم شي تصويره ديالتو في التحت في لاباغ دانفو ولا شي حاجه. علاش هو الرابع؟ تو سامبلومون نسيت ما قلت لكمش، هذا ما كاملش جو بونس شي 50 ولا 60 درهم، ما عرفتش لو بري بالضبط حيت هما اشاك فوا كيبقاو يبدلو في لي بري. مي هما عندهم لي بروجي فريمون فارماسي فريمون رخاص بزاف. وهذا جو بونس داير شي 50 ولا 60 درهم كاع، لا عيق. دونك فوالا هادوك ديال افون سانسيز علاش كيعجبوني؟ انهم بعدا ديما في بروموسيون، سكي في دي فوا كتاخد دو او بري د ان، ولا كتاخد تشري ثلاثة وكيعطوك واحد فابور، ولا تيكون هما اصلا يعني ما كيطلعش
كيطلعش عليك غالي بزاف. ثانيا لي بارفان اللي فيهم سي دي بارفان كو اي واحد يقدر يستعملهم، كتلقى فيه بارفان ديال لو رو ديال لا روز ديال ديال لي فروي تروبيكال ديال اي حاجه بحال هكذا، وهذاك الروائح يمكن تستعملو مع العيال يمكن تستعملو مع الرجاله. ثاني حاجه هو اقتصادي زعما فيه بزاف وكتستعملو توت لا فامي، ومشكله ديالو انه كيصير ماشي مشكله زعما لو بيان باسكو انا واخا كبير واخا فيه بزاف مي دغيا كتسالي ما تبقاش لك ما تدايش لك، واللي جا كيعجبو يعني ما فيش زعما ديك الروائح اللي فيه يعني يقدر يديرهم الراجل وما ديش تبقى فيه، باسكو هذا مثلا الفارماسي تبقى فيك ريحه العسل هو ما تبقاش فيك ابري سي سي ان توب بي ان فلوب او ميم طون. هذيك القضيه سي شي حاجه مزيانه بالنسبه للرجاله مي بالنسبه للعيالات تبغي تبقى فيك الريحه ابري ديال جيل دوش. مو بيرسونيلمون تعجبني فاش ندير شي جيل دوش ولا شي حاجه نغسل بها تبقى فيها ريحه ديالته. المهم انا واش نكون بزاف على الافونس انا قلت لكم اللي في دي فافوري في دي برودوي فيني في بزاف الحوايج يعني سي ان توب سي ماست هاف عندنا في الدار في اي دار زعما جو بونس دابا راه كيدخل ليها هو والشامبو اللي كيمشي معاه. دونك الا كنتو بغيتو شي ان برودوي فاميليال ايكونوميك وريحه ديالته ما تكونش مجهده بزاف جو فو كونساي لي افون سانس. دوزو للثالث دابا وهذا نكتار اوف ناتور ديال كارفور. ملي تيكون في كارفور كاين هذا ديال 17 درهم. علاش درتو هو الثالث قبل من افون سانس قبل من الاخر؟ لان هذا سي لو جون دو برودوي تقدري تشري منه جوج ثلاثه وما غاديش يضيعوا لك لان صغار ديال 17 درهم فيه 250 ام ال يعني الربع ديال هذاك ديال الفارماسي فيه روايح الله هذا اللي عندي انا بالكرونادي و بيبان دو فرامبواز فيه رمان وفيه فرامبواز وريحته فنه واعره بزاف يعني مومون اللي كتشميه فيه كي منعش زعما غافريشيسون كتحسي براسك شي جزيره ولا شي حاجه. وهذا عاوتاني فيه 3 فاريتي ديال البارفان وقيلا جو بونس فيه واحد فروي دو باسيون واحد خضر بالكيوي وشي حاجه اخرى شي لا قلت كيوي مي ما قلتش بزاف على هذاك ولكن هذا هو لو بريفيري ديالي. مشيت وعاوتاني لو بلوس في هادو انك كتلقايهم في سوبر مارشي يعني في كارفور كتمشي كتشمي وكتختاري الريحه اللي غتعجبك انت حيت ماشي ديما داكشي كيكون مكتوب في الكتالوج يقول لك راه ريحه هادي ولا هادي فاش كتجيبي كتقدري تلقاي شي بارفان اخر غريب. هذا عاوتاني سي با شير يعني 17 درهم يعني اي بنت ما خداماش بوس لوفخيغ يعني من تجمع الفلوس ديال مصروف ديالها اليومي ولا الاسبوعي ولا الشهري اللي كداوها الدار وتقدر تشري هذا. انا شي بريفيري هذا كاين بنات صحباتي اللي عجبهم هذاك الاخر صفر حتى هو زوين صراحه مي انا جاني هذا بلو رافريشيسون الريحه اللي فيه زوينه بزاف. لكن نتوما البنات اللي كيعجبهم يديروا بارفان بلي سيزون هذا جو بونس بلوتو في البرانتون في ليتي ولكن انا سو كونترير عاوتاني تعجبني هاد لي بارفان زوينين كتعجبني نخدمهم حتى في ليفير و لوتور باش هكدا كتبردي على راسك في ماشي كتبردي زعما تو غافريشي كتجيبي بحال كتعيشي ان بوتي مومون ديال ليتي في وسط من ليفير كتعيشي. مي عاوتاني لو كونترير الا كانت شي ريحه قاصحه بزاف ديال بحال الكراميل شوكولا شي حاجه بحال هكدا ديال لوتور ليفير ما تنبغيش نخدمها في تنبغيش كاع نخدمها في ليتي ولو برانتون. دونك هذا داير 17 درهم تلقاوه في كاع كارفورات كاين هو الشامبوان ديالو جو بونس لو بور كوربوريل كاين حتى الكوماج ديك النهار شفتو في كارفور ديال اونفا بليس كوماج بور لو كور هذا سي تاب توب مغاديش ندمو عليه زوين بزاف تيموسي مزيان لي دغات زوين وشوف حتى غادي يبان ليكم هنا معرفتش مالها الضو هذا فيه بحال دي غران كيدير فيه دي غران لي زعما غادي يخليوك فاش تستعمليه بحال ان سموتي ولا شي حاجه زوينه بزاف. دونك هذا سي تان توب دو شي توب وملي غيسالي لي هذا غادي نحاول نجرب شي واحد اخر واخا هذا الثاني ديالي من هاد نفس هاد لا سونتور ديالتهم. ندوزو للرابع ولا هذا جو بونس بزاف البنات اللي تيديروا الفوش غيكونوا جربوه هو هذا داير 60 درهم جو بونس 50 فحال هكاك ولا لا هادشي داك الفاني فاني ماشي فاني ديال دانون يومي لا 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 فاني ديال روحة الفاني فريمون واعر. هذا زعما كنموت عليه كنموت على جلدوش ديال يفغوشي كاملين هاد لاكام
اي واحد تمشيو غير سيرو الايفغوشي وحلوه وشموه وصالي فوا غادي كيحمق مواري بزاف وعاوتاني يموس كيموسيو مزيان. والحاجه الوحيده اللي الحاجه اللي بلوس فيه سكا انا سي برودوي بيو ديال الايفغوشي كوم سي سون دوريجين فيجيتال وداكشي و ما فيش دي برودوي انيمال وما فيش وفيه بي اتش نوتر و جو بونس فيه بارابين فيه صوديوم مي بون زعما بالنسبه لو بري ديالو فريمون واعر وكيبقى بزاف زعما يبقى لكم بزاف لان فريمون كيموسي غير الا خديتيه وجربتي تغسلي بيه ديك غير قطره منه كدير لك بزاف د لاموس وكي يضغطي وكيتبقى فيك الريحه هادو الشيء بيه تقاي نهار كامل وانت فيك هاد الريحه ديال الفاني سورتو في يديك واو زعما سي ان بليزير هذا بالنسبه ليا انا. مي لو كونساي اللي غنقدر نعطيكم هو وهي الحاجه اللي غندير ابخي ملي غيسالي لي هادشي كامل حتى مبقيتش باغا نبقى نحل 10000 ديال الدوش هي انكم تشريو هادوك الصغار ديالو دايرين جو بونس 20 30 درهم سمحوا لي راه السوف اللي بدا كيمشي هادوك سي بلو براتيك علاش لان غادي تاخد ديال الفاني عندهم بيشوا وخطير عندهم كوكو اللي كان كيعجبكم انا ما تعجبنيش عندهم فرامبواز عندهم فريز عندهم كراميل وقيله ولا ما عرفت كان خرجت هذيك مارتش كانت وقيله اديسيون ليميتي هذا زعما الا كنتو كتموتوا على جلدوش فحالي جفو كونساي تيستيو واعر واعر بزاف وراه فريمون ما كيتقاداش دغيا اللي كيدير لكم مده طويله الا كنتي اون فامي سينو الا كنتي بوحدك جو كونساي تشري هذوك الصغار واعرين بزاف ودابا لو توب الاول و هو هذا هذا اللي فيه الداخل ماشي ديالو هذا جاردان جاردان دو مون ديال ايف روشي اللي دايرين وقيله 26 و 19 مي اشاك بروموسيون كيديرو 3 او بري دو 2 كيمكن لك تشري كي فيه فيه دي سونتور واعرين مي بريفيري ديالي انا هو هاد الاموند دو كاليفورني انت جمي تو سكي اموند تو سكي فاني هادوك هما لي سونتور بريفيري ديالي هذا علاش هذا يموس بيان لي ضغط بيان صغيور كيشد بلاصه كي وكيموسي مزيان ريحة ديالتو واو ما بقاتش فيه دابا هذا فيه واحد ريحه اخرى اوف ولكن المشكله ديالتو مول الحل ديما كيعصبوني هذا فيه انوتر جيل دوش لداخل وكيمكن لك تستعملي فوالا ستام بلس انني انا ديما من هادو مع كيتحلو من هنا او ماي جاد المهم كيتحلو حتى من هنايا ما بغاش يتحل ليا دابا كدبني قدامكم يتحل من هنا وكيمكن لك تعمري بان ادخل جلدوش بحال هذا مثلا ديال الفارماسي باش كنا كنخدمو حنا كنا كنخويو في واحد اخر هذا زعما رخيص بزاف وشوفو كونسيت لو تيستي انا جو بريفير دو لوا هذا على هذا كيجيني كيبقى اكثر منه وكيموسي اكثر منه ريحات لي سونتور فيه بلو فاري يعني اي واحد يقدر يلقى لو بليزير ديالو يعني غير فيما تكون شي بروموسيون في ايف روشي جو كونساي تمشيو تيستيو لانه فريمون فريمون خطير وبزاف دونك فوالا هذا هما لي توب 5 ديال الشلدوش ديالي جيسبر تكون هذا الفيديو عجبتكم جو فو ريميرسي فريمون بلينمون على لامور اللي كتعطوني على لو روتور بوزيتيف وكيف ما كنتو شفتو راه غادي ندير لكم فيديو الاثنين والخميس هادشي اللي كنتو قلتو ليا في باج فيسبوك جو فو ريميرسي فريمون بكم بروكيت ونهار الخميس ان شاء الله كونفور